السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. موعد مباراة توتنهام أمام نورتش سيتي اليوم بإذن الله تعالى الأحد 22/5/2022، مباراة في الجولة 38، الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. المباراة اليوم بإذن الله تعالى متابعين الكرام بعد الساعة 5 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، والساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر، والساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا والمغرب. القناة دي كل المباراة متابعين الكرام قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية والمعلق جواد بدة. ملعب المباراة ملعب كارو رود، الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنسبة للقنوات الناقلة عندنا قناة سباي، أنا قلت المعلق المتألق حافظ الدراجي صح؟ لا، هو هنا مكتوب جواد بدة، هو المعلق يا جماعة لهذه المباراة مكتوب هنا حافظ الدراجي، فخلينا واضحين يا اما ده يا اما ده. يعني القناه الناقله سبايلر 2 تي في وبين سبورتس كونكت وسوبر سبورت لليجا اتش دي. هنا مكتوب مين؟ هنا مكتوب جواد بدر برضه، فاحتمال يكون جواد بدر. انا معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.